حدث مهم جدا يقام في السليمانية في هذه المدينة المهمة جدا بالعراق والمهمة بالمنطقة، مهمة لأنها أخرجت الكثير من تبنت حالات ثقافية وأخرجت مثقفين بكل صنوف الإبداع. أتمنى طبعا أن تساهم هاي القمة في دعم الثقافة في السليمانية وفي إقليم كردستان، والمعروف أن هناك اهتمام حقيقي ثقافي موجود ولا يمكن أن ينكر أحد. فإحنا نشجع إقامة المؤتمرات الحضورية وإلقاء المحاضرات الثقافية، ومنها تشجيع الشباب واستغلال هذا الوقت بتأليف الكتب، القصة القصيرة، المقالة، ونرجع يعني نشجع على ازدهار العراق بظهور نخبة من الشباب الواعي. إحنا جيلنا جيل مثقف وشبابنا شباب مبدع. شاركت اليوم مركز دلاويج الثقافي مع مؤتمر القمة الثقافي العربي في إعداد أو تنظيم مؤتمر القمة الثقافي في السليمانية، التي هي كانت من توصيات الدورة الخامسة للمؤتمر أنه تكون في 7 محافظات عراقية وفي 7 مدن عربية أن تقام هذا المؤتمر. فهذا المؤتمر يتنوع بالمواضيع الموجودة به، البحوث الموجودة التي تعرض. طبعا فائدته كلش كثيرة، أهم شيء أولا التقارب بين الشعوب، بين الكيانات الكردية والعربية، هذه يؤدي إلى التقارب والأخوة بين الفئات المختلفة.